طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن. فاكمل طريق الخير واصعد سلما، يصدى حشداك ببلغة وبيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة الثانية من برنامج فضفضة حافظ. تحدثنا في الحلقة الأولى عن الدافعية، وذكرنا أن الدافعية تشكل تقريبا 80% من إنجازك لأي مشروع، لأي عمل ترغب القيام به. إذا كان دافعيتك الداخلية قوية ولديك تحفيز داخلي لإنجاز هذا العمل، بإذن الله عز وجل ستنجز هذا العمل، ستنجز هذا العمل. لكن إن كان الدافعية عندك ضعيفة، فإنك عندما يعتريك ما يعتريك في أثناء طريقك لإنجاز هذا العمل أو هذا المشروع، سيكون سرعان توقفك فيه وسرعان ما تتوقف. اليوم نتحدث بعد الدافعية عن الصبر. الله عز وجل يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إن لم تصبر لن تحصل. من سنن الله عز وجل في هذا الكون أن من صبر حصل، أن من صبر أخذ، أن من صبر وجد، أن من صبر نال ورأى ما صبر لأجله. كل شيء في هذه الحياة يحتاج إلى صبر. أنت يا صاحب القرآن إذا لم تصبر نفسك متأملا الثواب العظيم والجزاء الكبير والخير الكثير الذي ينتظرك، فثق ثقة تامة أنك لن تصل، لأن الله عز وجل قد قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال عز وجل: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اصبروا يا أصحاب القرآن فإن الجزاء عظيم. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن.